نحتفل اليوم بمرور 17 سنة على انطلاق مشروع قناة العيون، المشروع الإعلامي الكبير في المنطقة، لا أقول فقط بالمملكة المغربية بل بشمال إفريقيا. هذا المولود الإعلامي الذي وصل اليوم إلى مستوى تكوين جيل كبير من الإعلاميين، يقوم رفقة وسائل الإعلام الأخرى بتغطية الأحداث، إذ لا يعتبر فقط وسيلة إعلامية لنقل الخبر بل أصبح مصدرا للخبر بهذه المنطقة. اليوم نصل إلى السنة 17 لانطلاق هذا المشروع. النتيجة هي تكوين إعلاميين من مستوى عال في مختلف التخصصات. هذه التجربة لن تكون إلا بإرادة قوية من أصحاب القرار بالمملكة، أيضا دورها لم يقتصر فقط على نقل الخبر بل كان أيضا له دور كبير في صون ذاكرة أو التراث الصحراوي بالمنطقة. بهذه المناسبة نجدد ترحم على مؤسس هذا الصرح الإعلامي الكبير الأستاذ محمد لقضاف الداه، الذي كان له الفضل الكبير في تكوين هذه الأطقم الثقوبية، تقاسم معهم تجاربه الإعلامية الكبيرة، كان الأب الروحي لهذه الأطقم الصحفية. إذن تجربة العيون هي تجربة رائدة في المنطقة، تجربة يجب الاستفادة منها، تعميمها على باقي مناطق المملكة، وبالتالي هي لا تقتصر فقط على رقعة جغرافية في الأقاليم الجنوبية، إذ يشاهد هذه القناة العديد من المشاهدين في شمال إفريقيا، في موريتانيا، في مالي، في النيجر، في تشاد، في الجزائر، وفي مختلف مناطق المملكة. اليوم نتمنى لهذا الصرح الإعلامي أن يتواصل، أن يعطي المزيد في الحقل الإعلامي المغربي.